السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوش الرجويين خوشه الرجويه، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. وقبل ما تفرج في هذا الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، ونخليكم دابا مع الانترو. نبداو اخوتي الرجاء اخواتي الرجاء الفيديو ديالنا على بركة الله. التحق دولي فريق الرجاء الرياضي بالتدريب الجماعية التي اجراها الفريق الاخضر صباح يومه الجمعة استعدادا للموسم الكروي الجديد، وشاركت في الحصة الاسماء التي تواجدت رفقة المنتخب الوطني المحلي المغربي في معسكره الاخير، اذ يتعلق الامر بكل من محمد الناهيري ومروان الهدهودي ومحمد زريدة اضافة الى عبد الاله مذكور. وغاب عن الحصة التدريبية وهو الحارس المرمى سبايدر مان أنس الزنيشي بسبب عدم توقيعه بعد على عقد التجديد رفقة النادي كما سبق وأشارت إليه قناة نادي الجراد العالمي في مادة سابقة. ويذكر أن الفريق الأخضر انتصر يوم الخميس بهدفين دون رد على المغرب الفاسي في لقاء الودي الذي جمعهما في مركب الوزيز بمدينة الدار البيضاء، وعشرة آلاف بطاقة اشتراك. لحد الآن خزينة الرجاء تنتعش بمبلغ 500 مليون سنتيم في ظرف 4 أيام، جمهورها رأس مالها. عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء العالمي يرفض طلب هوان رئيس مولودية وجدة في استعارة عبد الله فرح، سفيان الأزهري والغيني كومارا، ستتم إعارتهم لفرق أخرى. وهناك يبين عز البدراوي بانه قطع له هو الرئيس مديريه وجده الموضوع بالنسبه للاعبين المعارين. والحسين رحيمي قد يستمر مع فريق الرجاء العالمي بعد ان قدم اداء لا باس به في المباريات الوديه، بالتوفيق ان شاء الله. والحمد لله مازال اسم العائله الرحيمي في الرجاء، الله يطول في عمر الحاج يعري والحاجه وما نساوش امين كذلك. وعزيز البدراوي في طريقه اليوم الى مدينه طنجه من اجل اشمام صفقه اللاعب اكسل ماي. وندوزو القضيه وندوزو لدوك خوتنا اللي بداو كيعطيونا في الموعظه، وبداو عليك باللي وانكس بيت راه حرام وش لا، ما بقاو كيقولوا كلشي ولا مؤمن، كلشي ولا كيعرف بينه وبين الله، والمخير فيهم اكبر قمار. انا نوضح لكم الاخوان بواحد الحاجه، البطوله الاحترافيه اللي هي سميتها انوي، راه هذاك الربح اللي كتربحو الفرقه اللي كدير البطوله راه ماشي انوي اللي كتخلص كلشي، راه كاين المدعم الاساسي والرئيسي والاكبر اللي هو ام دي جي سبور، اللي معروفه اكبر شركه القمار في المغرب، اللي فيها الكينو واللوطو وكوتي سبور وطوطو فوتش، جميع انواع القمار مجموعه عند ام دي جي سبور. يعني لا ما تبقاو تجيو تحكروا على دوان اكس بيت حتى جات ولات من المستشارين ديال الرجاء، وكل واحد يبدا يخرج لنا بطريقه في شكل، وكل واحد يخرج لنا بشي حاجه دينيه ودغيا رجعتونا كفار، دغيا رجعتونا ما كنعرفوش الله، ودغيا رجعتونا وحنا كنهضروا في واحد المساله وبنادم باغي يدخل الدين في واحد الحاجه اللي ما عندها حتى علاقه بالدين. اذا كنا غندويو على القمر راه 90% ديال المغاربه تيقمروا، واللي ما كيلعبش كوت اسبور كيلعب في وان اكس باش، ومخير تيلعب في هاد وان اكس باش كاع هادو اللي كيهضروا وتيقولوا بان وان اكس باش راه حرام، راه كلهم تيقمروا فيها وكلهم تيلعبوا فيها، ومخير تيليشارجيها في تليفونه. ما غيقمرش على البطولة المغربية، ولكن غيقمر على تشامبيونز ليغ دوروب، وغيقمر على لا ليغا، وغيقمر على شلا حوايج. يعني حنا كندويو على البيزنيس، كندويو على الفلوس اللي غتدخل الإدارة، اللي غيدخل الصندوق ديال فريق الرجاء، كندويوش على شي حاجة أخرى من غير هذوك الفلوس اللي غيدخلوا اللي غتشدهم الرجاء. حنا اللي كيهمنا هما أن الصندوق خاصو يكون عامر بالنسبة للفريق، باش أنه فيما تكون شي انتقالات الشوية أولا تكون انتقالات الصيفية، يكون عندنا حنا باش نجيبوا اللعابه، تكون خاصه الفرقه شي حاجه تكون حاضره ليها. فاحتمال انه الا كان الصندوق زاد عمر واحد شويه فات الحد ديالو، علاش لا بان الفريق يكون عنده واحد المشروع اللي هو انه يبني لنا تيران خاص بينا، خاص بفريق الرجاء البيضاوي. يعني ما بقاوش مسكحين ومزاحمين في ستاد دونور، وكيكون شي كيعرف بان دونور ما بقاش كيهز، ما بقاش قاد يهز اكثر من اللازم، على اساس بان في الماتش ديال الرجاء والاهلي راه الجماهير راه دخلت 85,000 واحد، وتيران كامل يلاه تيهز 45,000 واحد، يعني 40,000 تزادش على هذيك 45. يعني بلا ما تبقاو ديروا الشكل في العكلي وتبقاو تعطيو في الموعظات وداك الشيء، اللي بغى يعطي شي موعظه
يخليها لدارهم ويعاودها لدارهم، يعطيهم الموعظه. اما باش يجي هنا ويبدا علينا حرام حلال ديك الهضره الخاويه، خليها عندك اخويا. حنا كندويو، انا كرجاوي تنقول انا وان اكس باش مصلحتنا مصلحه الفريق، غدخل لنا الفلوس هذيك 3 مليار، جيبها انت اللي كتعطي الموعظه وتبرع بها الراجا. تنديروا حنا 10 سنين ديك 3 مليار، حطها في 10 سنين وما تبقاوش دويو بزاف وما تبقاوش تهضروا بزاف. انا بالنسبه لي هذاك مستشهير بروجي يكون حرام او لا يكون حلال ما تيهمش، يكون ديال القمر يكون ديال الدعارم يكون في ما بغى يكون. ورا المخير كاع البطولات المغربيه، كاع الفرق في البطوله المغربيه تابعين المستشهير ديال القمر اللي هو ام دي جي اس سبور، او لا كتلقى ما لقيتيش عنده الام دي جي اس كتلقى عنده كوتي سبور في الصفحه الرسميه ديالو. المهم الاخوان باش نكونوا واقعيين بلا ما نبقاو الهضره ديال ولاد 2000 و2006 وهضره الشراف، لا هذا قمر ماشي قمر، لا هذه المهم داك التخربيق. حيت انا ما نكذبش عليكم، قريت لا كومونتيرات جبتوا لي الضحك، ما تعصبش ما ضحك شوني، بقى شاك نكرب بوحدي. واحد جا قال لك حق الواد دوي في كوره وما تدويش في الدين، هذه راشين ديال الكوره وخاصه بالراجا، وكدوي على مصلحه الراجا وكدوي على مصلحه الجمهور ديال الراجا، وكتنتقد اي واحد يبغى يهاجم الراجا ولا اي شي واحد بغى يدور في الراجا او قال في الراجا شي حاجه، راه غيلقاني انا معاه فاس باش ما حب وباش ما بغى، كيف ما بغى يكون نوعه، سواء كان من الاشباه الرجاوين سواء كان من الضفه الاخرى. يعني الاخوان باش نكونوا نجيكم من الاخر، هذا الشيء ديال تبقى علينا بوان اكس باش حرام، قبل ما تجي تقول وان اكس باش حرام سير حارب هذوك الاولين اللي عندهم ام دي جي اس، وكلشي كيعرف شنو هي الام دي جي اس، كلشي كتلقى خاشي زنافرو في الساكو وشاد البروغرام وشاد الورقه ديال التقطاع وبارك عمر وكيتسنى وشاد تليفون وشي قلب شحال عطينا ولا الاخر شحال عطينا وخدام مع راسو. المهم الاخوان باش نكونوا واقعيين ونوضحوا هذه الامور باش مابقاش نعاود نهضر عليها بزاف. دابا نجيكم من الاخر، هاد وان اكس باش انا كرجاوي كنبغي نطلع هاد الفريق ديالي، مزيانه لينا واخا تكون ديال القمر، مزيانه لينا سيدي، ديها في فرقشك وديها في سوق راسك اخويا الله يرحم لك الوالدين. ولا كانت هذوك عاوتاني ديك المنخرطين الحاسين الكاب هذوك اللي كانوا كيدوروا على فرق على الراجا باش يحلبوها وياكلوا لها من الحمق، ملي دابا تقطعات عليهم التشويق تقطعات البزوله راه ما بقى صافي، ولاو تاهما خارجين لينا مشى بموعظات، بقى لك شويه ويقول لك الراجا راه ارهاب. المهم عندك اخويا ما عندك حتى علاقه بالراجا، ما تجيش تخط لا تكومونتي في شي اي باج ديال الراجا وما ما تهضرش حتى على حتى ديك الكلمه ديال الراجا، ما تبقاش خاطر جبد على فهم حتى نهار شكون لاعبين معاكم وديك الساعه قول راه فرق شي لاعب ضد الراجا. اما شي حاجه ديالنا حنا كجماهير وكمؤسسه اخويا ما تدخلش فيها الله يرحم لك الوالدين، سير ديها في سوق راسك، وخلينا حنا الجماهير الرجاوي حنا غنتكلفوا بفرقتنا. وعزيز البدراوي راه خدام لينا اخويا، واعتبرها شطبيله واعتبرها كيف ما بغيتي، عزيز البدراوي خدام لينا حنا كرجاويين كيخدم لينا، حنا بغينا هذاك السيد، حنا ما بغيناش الالقاب، حنا ما بقينا قاعدين بغينا حتى شي حاجه ما بقينا بغيناها. يلاه حنا بغينا نشوفوا فرقتنا مقاد. يلاه زين، شي عندك شي مانع؟ عندك شي عشيرات؟ صافي الاخوان ما عندك حتى علاقه بالراجا، بلا ما تجي تجسس علينا وتعرف شنو هو عندنا وشنو هو جبنا وشنو هو ما جبناش واش كنديروا واش كنوجدوا شنو هو ما كنوجدوش. سير اخويا قابل فرقتك، راه في عوض ما كتبقى مقابلنا حنا فرقتك راه ما عارف شنو هو كدير، وتشوف واش العام الجاي تنجموا ولا ما تنجموش. اما حنا عندنا الرباح اننا نشوف مسيرين في المستوى، هذا هو الرباح ديالنا. واخا ما نديروش نبقاو زيرو لقب راه حنا في عهد حسبان، يعني رئيس ما كيجيش شد الوازيز ما كيشوف لا العاب وما تيخلصهم وما حتى شي حاجه، ودينا معاه القاب، واول لقب ديال حسبان راه هو كاس العرش، واللعابه اللي جاب حسبان راه هما اللي داو الكونفدراليه وتبعوه كاس السوبر. راه الزيات راه ما دا والو وما جاب والو، لا بنادم يبقى يمشي غلط واحد شويه، الزيات مع عمره ما دار شي حاجه للراجا، الزيات نهار اللي جا الراجا هو كيبكي بحال هذاك الشيء غيخلصو من جيبو ولا ما عرف شنو هو. الاندلسي براسو حتى هو راه ما دار والو، ومحفوظ حتى هو ما دار والو، ما كاينش شي رئيس من عهد بودريقه، بودريقه اللي الناس شي كتمدح فيه وشي هذا، بودريقه راه دار النوبه الاولى فاش يلاه جا شد الراجا، ديك السيد ما نقولو ما دار، ما نقولوش راه ما دارش، ولكن ماشي الانجاز ديالو هو اللي دار، راه منين هو غيدير، اللعابه اش كانوا كيديروا؟ كانوا مقصرين، بودريقه دار، ولكن في الاخر هو اللي خرج على الراجا، لولا بودريقه الراجا ما طيحش في هذه المشاكل كامله،
كما كانش بودريق على دارنا هذا المشكل هذا كل راجل راهي هي اللي حاكمه تشامبيونز ليغ في هذه 10 سنين الاخره كامل. المهم الاخوان باش لا ما نبقاو نطوروا في الهضره، ماشي رجاوي بعد من الراجع والجماهير الرجاويه الحره، راه كيف نقول لكم غنبقى ديما نوضح لكم هذا الميساج هذا، خوش سينيالي ولينا الزبل اي واحد كبير كيحتقر في الراجع اولا كينتقدها اولا كينتقد عزيز البدراوي اولا الجماهير او اي حاجه، هو بلوك سينيال صافي من الاخر. وهنا خوتي الرجاويين خوتي الرجاويين الفيديو ديالنا سالا، ويلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.